لما اختك تتكلم معاكي على واحده قاعده جنبك وتعلي صوتها. الو، ايه يا تينك، عامله ايه؟ وحشتيني. وانتي كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. انتي فين بقالك كام يوم ما بتجيش؟ معلش انا مشغوله شويه، بس انا هجيلك. اسكتي، مش فرح عبير الاسبوع الجاي؟ يا حبيبتي ما انا عارفه عقبالك. ان شاء الله. شفتي المعفنه جابته منين ده يا اختي؟ ده بيقولوا دكتور. ها؟ بقولك ايه، وانت سامعه حاجه؟ لا مش سامعه. اكيد ده دكتور مجانين، عشان كده رضي بيها. هي دي حد يرضى بيها المعفنه البايره دي؟ يا لهوي. طب بقولك يا اختي، وقعد 24 ساعه بالميك اب المعفنه، لو شالته كده محدش هيعبرها ولا يتف في وشها. وشعرها، فاكره يا بنت شعرها المعفن المكتكت ده؟ راحت عملته بروتين بقى سايح كده اهو. والنبي يا اختي، انت متاكده ان انت مش سامعه حاجه؟ لا، ملامحك مش مريحاني. روحتي فين؟ انتي فاكره لما اهلها ما كانش لاقيين ياكلوا كانوا بيجي يشحطوا مننا البصل والثوم؟ راحت اشتغلت يا اختي في العياده الدكتور دي، طبقت الدكتور وبقى معاها فلوس مالهاش اول من اخر. طب بقول لك ايه، بعدين بقى نكمل ان شاء الله. وبعدين ليه دلوقتي اهو البت دي غيظاني وفرساني بقى؟ دي المعفنه المقيحه المقشفه تتجوز قبل مني؟ معلش يا حبيبتي، قلبك ابيض. بعدين بقى انا عرفت بقى هي وقعته ازاي. اكيد عملت له عمل، ما هي عيلتها كلها مشهوره بالاعمال والسحر الاسود ده، تمنيله كلهم. والله ما بحبها البت دي، غلاويه كده وعليها تكشيره. يا لهوي، ايه ده؟ لا لا، ما يتجوزها هيشوف التكشيره والبوز. بس بنت حلال والله. حلال مين؟ هو حد عارف لهم اصل من فصل؟ دي عيله واطيه يا اختي وملهاش مله. بصي، في واحده صاحبتنا اسمها عبير زي اسمك كده اهو، هتتجوز الاسبوع الجاي برضو. عماله تقول لي بقى حاجات عليها كده. ده انا يا اختي من ساعه ما شفتها وانا كرهت الاسم ده اهو، عبير. مفيش في حياتي واحده تدخل اسمها عبير تاني، كفايه عليا عبير واحده. لا كده كتير قوي يا حبيبتي، اقفلي وابقي كلميني بعدين. انا صعبان عليا الدكتور ده والله، يتدبس في واحده زي دي؟ ده الدكتور شكله ايه، يفتح النفس كده وكويس وطيب وغلبان، يتدبس في واحده زي دي؟ لا انا هروح اقول له على ماضيها كله. قلبك ابيض يا حبيبتي، ملناش دعوه بحد. ها يا اختي، انت مالك كده النهارده؟ في ايه؟ ان كنتش انت اللي قايله لي عليها بلاوي قد كده اهو. انت مش قلتي ان انت قفشاها مع الولا محسن قبل كده في الشارع اللي ورا، كانوا ماشيين مع بعض، وقلتي لي انها سرقت منك قبل كده الاسوره، وقلتي لي عليها كلام قد كده. انا اقص عليكي، دي غلبانه وبنت حلال، ده انا على طول بشكر فيها. لا والله، هو انت نسيتي لما قلتيلي ان انا مش هدخلها بيتي تاني؟ خطفت الرجاله دي بتبص لجوزي. بقول لك ايه، هي معاكي اهي، خدي قولي لها كل الحاجات اللي انت عايزه تقوليها. خدي كلميها عشان تسمعي كل حاجه كده بوضوح. الو، مين معايا؟ انا عبير. حبيبتي والله لسه كنت بشكر فيكي. ما انا عارفه وسمعت كل حاجه، متشكرين. سمعتي ايه يا حبيبتي؟ لا الكلام اللي اتقال ده كله مش عليكي، دي عبير التانيه. بس انت قلتي ان مفيش عبير تانيه. لا لا، انا قصدي على عليها هي، يعني ان هي كرهتني في الاسم ده. لكن انت حبيبه قلبي. اسالي تنكا هانم، انا بقول عليكي ايه؟ والله ده انا فرحانه لك كاني، بصي فرحانه لنفسي، ده انت زي اختي والله، معزتك من معزه تنكا. حصل، على طول بتشكر فيكي والله.